دائما في الولايات المتحدة تمكن موقع فيسبوك من الحصول على تمويل من مصرف جولدمان ساكس ومن مستثمرين روس على أساس تقدير قيمة الشركة ب50 مليار دولار. وحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن جولدمان ساكس سيستثمر نصف مليار دولار في فيسبوك، فيما ستستثمر شركة ديجيتال سكاي نفس القيمة. هذه الأنباء تعزز التوقعات بشأن اقتراب طرح أسهم فيسبوك للاكتتاب هذا العام في البورصة.